اللي يبغى يشتري رقم روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج. اليوم راح نلعب مابات تيك توك. من زمان عن مابات تيك توك، فاعتذر على هذا الشيء. نفس الوقت في ناس كثيرين يكتبون لي في سناب وانستغرام متى بتنزل مابات تيك توك، فالامانه ما عليكم الذبانه قاعد تمر، ما ادري ايش وضع امه، انتظر مابات كويسه تنزل، لاني كل ما نظرت الناس اللي ينزلون غالبا يكون شوته واحد مشهور مستي مدري ايه. ودي اجيب مابات جديده العب فيها واتمرن فيها وبتفيدكم مره. يعني مابات تيك توك عباره عن مابات راح تفيدكم زي مابات المتابعين، متابعين مسوينها بنفسهم. مابات تيك توك ادخل تيك توك واخذ اي شيء قدامي من المابات. طبعا ابدا مقطع لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، وكود في اس ال في موقع روكت ليج اكسشينج يخصم لكم 3% وكريدت عندهم ارخص من اللعبه. كريدت عندهم ارخص من اللعبه، تشتري كريدت انت اشتري موقع روكت ليج اكسشينج. ولازم تعرف شيء، انه لازم تفك التريد عندك. تفك التريد انك تشتري من الايتم شوب تري 500 كريدت تتوقع كذا تكون فكيت التريد. ليش سوون هالحركه؟ يقول للناس اللي تاجرون بروكت ليج، يعني قاعدين يسكرون على الناس اللي تاجرون بروكت ليج، لكن موقع روكت ليج اكسشينج ارخص من لعبه. يعني فوق ما انهم قاعد يسوون ذا الحركه ويخسرون الناس فلوس اللي تاجرون روكت ليج اكسشينج، يقول عندي ما عليكم خلونا ندخل بسم الله على تريننج، بعدين الكوستوم، ناخذ لنا رشفه قهوه وندخل تيك توك. وهذا اول ماب نيو سيكونس. اوكي، ماب من 10 ليفلات. خلونا ندخل بسم الله. بسم الله وعلى بركه الله. اوه والله بالزاويه لعبت، ما ينفع كذا يا شباب. لا ابغى طقها بالزاويه يا اخي. ايوه زي كذا. لا انا ليش قاعد اسوي كذا؟ طيب ليش تلفلف؟ اوكي خلينا نمشي سيده، حتى سيده مو فالحين. حلو، اوكي. لا هذا اللي ابغاها، هذا اللي ابغى اتعلمها، اني اطق في الجدار واكمل. وات يا اخي، احس كانت قريبه يعني لو طقيتها. اوكي ابغى تسلك يا شباب، ابغى تسلك. عجزت. متى اصير اعرف العب يا اخي؟ متى؟ والله المشكله اني اصور مقطع وبعد اقطع، ما عندي مشكله اسبوعين ثلاث اسابيع ما العب. بعض الايام اصور مقطعين في اليوم، بعض الايام لا اصور كل اسبوع مره. عشان كذا قاعد تشوفون اني هالاسبوع قاعد احاول اني اكثر ركت عشان ارجع لعبي شوي، صاير سيء بس مش بطال يعني. قال كالكوليتد يا شباب، لا احد يقول لي شيء، تلكوا مش الوضع. اوكي انا ما ادري شلون يسوون هذه. هنسوي سيلينج. ايوه كذا 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 كويسه. لو حلو والله، هذه دخلت مرمى على طول. دخلت مرمى، ايش اللغه يا شباب؟ اناس والله نياز. اوكي 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 اوكي، هد 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 هد، وخش اطق كذا ليه ليه ليه؟ سويها بس يا شباب، والله خلينا نجرب خلينا نجرب. ايوه انزلي. اوه والله حلوه. اوكي بنش من ذاك الموقع، بس اهم شيء اشرب كافي كذا. نايس، بطيء جدا 66، يا ساتر. طيب خلينا نجرب حركه، الحركه اللي اقصدها اللي هي الجمب. ايوه وش ذا الحركة؟ انا شوية تقلب. هذه جمبر 6، اوكي اوكي. يعني هي مشكلتها انها تنزل السيارة توديها ورا، فاز بالسيارة يهد صراحة. تكفون مشي الليلة يا شباب، لانه صعب الدبستش للامانة، يعني لانها قريبة من الجدار، في نفس الوقت لو طرت فوق وطقيتها ما اقدر اسوي دبل وانزلها تحت. هذه افضل طريقة. يا ساتر يا ساتر. اوه اوه حلو حلو حلو. مشكلة انا بطيء في التبديل، مع انه زر مثلث بس. اوه الوزنية 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 يا شباب، قبل شوي نسيت اعيد اللقطة، ما ادري شلون جت هدف. اني شغلت شويتين كذا وقعدت اناظر جوال فجأة كذا ليه؟ سيئة بس قاعد اصفق، ما ادري ليش، والله ما ادري ليش اصفق. بس شوفوا كيف يعني جبتها في اخر لحظة، والله والله كادت شباب. ايوه نحاول نطير زيادة. حلوة ما لي دخل. حلوة اوكي نجرب كذا. ليه ليش راحت الجنب؟ والله كانها بعيدة ذي. ايوه يا ساتر، ترى والله جد اول مرة اسوي كذا يمكن. لا حرام والله كنا كلوز
يا ساتر هذه مضبوطة على السيارة بس الوزنية حقت شوتة. يا ساتر الدفاع والله العظيم ذا التدريب انه جامد اقسم بالله جامد جربوه. هذه تنقيشة ولا ايش؟ قول ايش رايكم نجيبها بس اي شيء. خلاص سبحان الله جبناها سبحان الله ما لي دخل انا جبناها بخفيفة ومو بخفيفة ما لي دخل. يا الله جمبر 6 هذا ولا ايش؟ شكلها اير دراج ايش رايكم؟ اوكي نايس. طيب خلينا نروح من جنب الكورة على اليمين. اوكي راح الجنب حلو. المشكلة ابغى استخدم الجنب الثاني عشان اجيب هدف. هي جاية جاية يعني بس ان المشكلة في الطقة متى تطقها؟ بعيد ايش كيفك طعم القهر؟ ما لمست الارض هذا اهم شيء عندي ما لمست الارض خلاص خلاص صح علينا. دبل تاتش من البداية جي جي الناشنال جيم هذا. لا لا ما نلعب مرة ثانية شباب نروح ماب ثاني بسم الله. طيب اوكي الحين نجي عند ماب للأمانة ما ادري هل هو حق تدريب يعني وزي كذا ولا شكل راح ندخل نشوف. حتى لو شكل كذا شفت شكله عجبني للأمانة عجبني قلت لازم اجرب. بسم الله هذا هو الماب اوت اوف ماب ندخل نشوف. اوكي الو شوف كيف الماب والله رهيب اقسم بال لا لا وش هذا؟ لا 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 وشو؟ يا اخي ما هو غريب البيت خفش دار الحين. اوكي تدخل كرة تحت الحين شوفوا واحد اثنين هنا في جدار. اوكي دخل في جدار. سبحانك يا رب يا الله ما بصدعني ما بصدعني لازم نطلع والله لازم نطلع ضيعنا وقت فيه. واحد خمس يلا وديني سبع شوتات نايس سبع شوتات يقول لك هذا ماب جولد ها. اوكي نحاول نوزن اخ حلوه حلوه يعلمك على الاير دريبل بس مشكلتي انا اني اذا ميلت سياره جيجي يا الله صعب شوي. ايوه ايوه لا بغت ما تلمس الارض مره تمستها عند الجول. ايوه والله كانت قريبه مره اللي قبل شوي. نحاول نرفع الكره على فوق اوكي لعل وعسى تضبط. اوكي يا اخي المشكله هنا انك تضغط بوست كثير وانا تعرف كم البوست اللي ضغطته هل هو 100 هل هو 150 200 يعني في الايام ما معك الا 100 تقريبا ويمكن يكون اقل بعد فعشان كذا. دم حرام 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 اللي قبل شوي تضيع والله حرام. والله طولت فيه مره يا شباب والله يا تو ماتش الوقت اللي اخذته فيها. احس هذه هدف لا ما ابغى هذه ما ابغاها الطقه الاخيره خربت كل شيء. مشي مشي طولنا فيها بزياده للامانه. اوكي نفس هذا نفس التحدي بس ان شاء الله ان هذه اوكي 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 ديم والله ديم. لحظه هي دبل تاتش ولا وش اللي طقيت انا؟ لا مو دبل تاتش عارضه دخلت اوكي بس لو تمشي فيها على طول عارضه. كيف؟ نايس دبل تاتش نايس يو اوكي يا ساتر هاي الدبل الصح اوكي مع انها بطيئه للامانه يعني لو اخذ وقت اكثر اقدر اسوي افضل من كذا بس طولت بالاولى لدرجه ان اخذت فيها الحالة 10 دقائق. ما دخلت هذه شلون؟ اللي قبل شوي شلون ما دخلت؟ يا الله كنت بعطيها بصيون حركات صراحة. اير رول عندي تعبان اعترف بهذا الشيء لعبي جدا سيء لدرجة انه مو بقاعد اطور لعبي لا قاعد يدحدر يعني في بداية المبات اول ما نزلت المبات لعبي تطور للامانة ما كنت اعرف اطير. اللي يشوف لعبي مع سام قبل 7 شهور شوف كيف لعبي الحين وشوف كيف لعبي قبل 7 شهور. اوكي 7 شهور طويلة لكن للامانة فرق مرة في اشياء كثير كنت ما اعرف اطقها لكن للحين ما وصلت اللعبة اللي ابغاه اني اعرف اطير وعارف ذا يعني اتحكم بالكورة في الهواء يعني شوفوا كيف. اوكي اقدر الحق الكوره وكذا بس في نفس الوقت ما اقدر اتحكم بالسياره تكون لاصقه في الكوره. اوكي والله نكته حلوه اللي قبل شيء. اوكي هذه الحركه اللي ابغاها انها تتنقش في الطقه الاخيره تنقشت لو تلاحظون هنا هوب من بعيد لبعيد. اخيرا يا شيخ والله اخيرا مره طولت فيها يا ساتر هنا هجت اخر شيء هجت
بس الحمد لله اني طلعت المرمى. نايس، خلصنا الجيم ذا والماب هذا. للامانه كان صعب شوي لان طيراني انا سيء جدا 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 لدرجه ما تصورونها. بتقولون نوب؟ اي نوب انا. ما قلت اني لعيب يا شباب. طيب هذا ماب يقول ماب جمب ريسيت، ما راح نفلح فيه بس نجرب الماب يمكن يضبط معنا، يمكن نعرف نسوي جمب ريسيت زي ما سوينا اخر مره في مابات المتابعين. اتوقع مابات المتابعين. اوكي هذا هو الماب. اوه شاتو وحده، يعني لازم نضبط الجمب ريسيت. انا ما اعرف التكنيك حق الجمب ريسيت للامانه، لكن لازم طقه من هيكل السياره من النص او تحت. شباب ايش رايكم تشتركون في القناه اللي ما اشتركتوا للحين؟ اشتركوا، يعني ان اغلب اللي يشوفون المقاطع ما اشتركوا. وش ذا الجمب ريسيت القوي ذا؟ شفتوا يوم بس قلت اشتركوا على طول ما له دخل. بس والله جد اشتركوا، ترى اغلب اللي يشوفون المقاطع فوق 50% ما اشتركوا، يعني قناه ركت ليج شباب، يعني خلاص فهموها اشتركوا. هل زرت تبيات كود في على الطريق؟ يعني ايوه والله كلوز، اقسم بالله كلوز. يا ساتر اللي قبل شوي لو جت طقه بس. يا الله هذا دليل على ان جنب الست شباب قربنا منه، يعني قربنا نسويه. اوكي هذا جنب الست، بس وين رايح ما ادري، يعني رايح ورا مره. اوكي هذا جنب الست ضبطت، بس المشكله في الطقه اللي بعدها. هذا وش هذا؟ وشو هذه؟ انا ما ادري شو ردة الفعل دي بعد. بس والله قهر. شلون جت جمب ريسيت ذي؟ لمسه بس خفيفه للكوره. اوكي هذه جمب ريسيت. بس طقه. جمب ريسيت والله، ثلاثه جمب ريسيت يا عيال ورا بعض. يتقدم صراحه. شوفوا اذا جاء جمب ريسيت ولا خلاص. والله طولت مره. ايوه. جمب ريسيت بدون ما نطق الطق الثاني، جاء ولا لا؟ ما يدخل، وزلنا وهوب. شو كيف؟ طقينا الطق الثاني بس ما حد شافه، عندي بس. عموما مساكم مقطع اليوم، ان شاء الله المقطع عجبكم باذن الله، بحط لكم كل الاكواد قدامكم على الشاشه وقت ما ادخل الماب. قبل ما ينتهي المقطع، اشتراك فعل زر التنبيهات، خلاص يعطيكم جميعا، خلينا نوصل 800,000، ما بقى شيء. والله ما بقى شيء بس طولنا مره. يعطيكم العافيه اللي قاعد تحطون كود الايتم شوب في اس ال فركت ليج اكسشينج وفي الايتم شوب، ارسلوا على انستغرام سناب نشروا. والله العظيم شكرا شكرا جزيلا، يعني مصدر رزقي ركت ليج اكسشينج في يوتيوب الكود، فاذا انت قاعد تدعمني باي طريقه شكرا لك، والله شكرا لك بشكل ما تتصور. يعطيكم العافيه وانا اراكم على خير في امان الله. سلام.